على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا أهل الله مسألي بسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء نرجع بعد علم الكلام. فالمصنف رحمه الله وكذا الشارح بنى الكتاب كما تعلمون على مواقف، والمواقف تشبه الأبواب، وهذه المواقف يحتوي كل منها مقاصد، والمقاصد تشبه الفصول تقريبا. وفي داخل كل فصل مسائل، كما هو الحال كذلك في المقاصد فيه مسائل. ففي أول المجلد الجزء الثاني من المجلد الأول تجد أنه يقسم الموقف إلى 5 مقاصد، ويتكلم فيها من أول صفحة 1 عن الدليل، بعد ما يتكلم عن التعريف، الحقيقة يتكلم عن التعريف ثم يتكلم عن الدليل. وأنتم تعلمون أن التصور في المنطق قسمان، تصور المفردات وتصور الجمل أو القضايا. وتصور المفردات إنما يكتسب بالتعريفات، لكن القضايا تتركب منها الأقيسة كما تعلمون، قول مركب من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، فهذا هو القياس أو الدليل بعبارة أخرى. وإن كان الدليل عند المتكلمين يعني يختلف شيئا ما، فالدليل عند المتكلمين هو الشيء نفسه الذي يمكن بالتأمل في خصائصه أن يؤدي إلى قول آخر. لكن مسألة قضيتين وركبتين على نحو معين يعني في الأشكال الأربعة وفي الأضرب المنتجة وإلى آخر ما ينبغي أن تستحييه أهلوي، إلى آخر ما يجب أن تسترده من معلوماتك عن علم المنطق. فذلك هو الدليل بالمفهوم المنطقي أو بمفهوم الفلاسفة، ولكن المتكلمين ضموا الأسلوب المنطقي إلى أساليبهم القديمة في الاستدلال، ولذلك سيأتي ويتكلم باختصار بعد أن يتعرض للتعريف وانقسامه إلى حد ورأس، وأن الأول يتكون من المقومات الأساسية للشيء، زي الإنسان حيوان وناطق يعني يجمع الحياة والتفكير، فتلك مقومات داخلة في تكوينه، لكن كونه ماشي أو قائم الرأس أو قارئ أو كاتب أو خلافه فهي أعراض، والتعريف عن طريق الأعراض ووسائل أخرى بيسموه رأس مش حد. وكل منهما كما تعلمون تام وناقص، راجع معلوماتك المنطقية، لأنه إحنا قلنا من البداية أنه علم الكلام واحد من منظومة أو علم يسمونه العلم الأعلى، وعرفنا يعني العلم الأعلى يعني مش يعني العالي المقام، ولكن المقصود بالأعلى معنى فن، يعني أن هناك معلومات ومفاهيم وحاجات تؤخذ في العلوم الأخرى مسلمة لا يتعرض العالم أو الباحث لها، إنما يأخذها مسلما بصحتها، لكن أين تبحث؟ في العلم الأعلى. إذن ليس وراء العلم الأعلى شيء،
لأنه هو اللي بيدي التصور الأساسي للوجود، يقابل الميتافيزيقا عند أولئك الفلاسفة، فهي العلم الأعلى عندهم. من ترك شيئا في الرياضيات أو في الأخلاق أو في كذا يبحث فين؟ في الميتافيزيقا، لأنه لا تقوم أخلاق إلا إذا كان في حساب وجزاء، كما يقول أفلاطون: لو لم يكن هناك بعث لما كان أسعد طالع الأشرار. يعني يبقى الطغاة والأشرار كسبوها في الدنيا وكسبوها في الآخرة، لأنه ما في لا مسؤولية. لكن لما كان هناك موت وبعث وتوازن بين الحياتين، ده كلام أفلاطون مش كلام المسلمين، يعني هذه مسألة وهي قيام الأخلاق على العقيدة في نظره اعتقادية، سواء كانت دينية سماوية أرضية، ده مسألة ضرورية. لكن أين تبحث هذه المسألة؟ وجود آخرة في الميتافيزيقا وليس في علم الأخلاق ولا في علم الرياض. وهكذا فهمتم بقى معنى علم أعلى. يعني مش يعني أن المتكلمين يفخرون بدينهم أو يباهون به، لا، مش المسألة، وإنما المسألة علمية فنية فلسفية. واضح الكلام يا أخي؟ أي كلمة غير واضحة خصوصا هنا تسألوا فيها، إلا مش عايزة تسأل تكتب ورقة وتصل إلينا. ماشي؟ أم لا تفهمون كلمة ماشي؟ يعني مقبول؟ هذا الكلام. قلت لكم كنت أسأل الشيخ عبد القدوس القاسمي، أكبر يعني علماء الباكستان في وقته، كيف الصحة؟ يقول لي ماشية. من أين عرف كلمة ماشية دي؟ لكن ينطقها بالفصحى، ماشية يعني not bad all right، لا بأس، ماشية. فبعد أن عرف الدليل التصور المفرد، أو إن شئتم التعريف والتعريف بأنواعها، تكلم عن الأدلة، أي عن القياسات كما هي معروف، باب القياس كما هو معروف في علم المنطق. وليس بقى من شأني أن أعيد هذا الكلام الذي أضعنا فيه وقتا طويلا. ثم انتقل في المقصد السابع تقريبا صفحة 48 إلى الكلام عن الدليل العقلي والنقلي، العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي. وذاك مبحث مهم في علم الكلام، وقد تعرضت له بتفصيل لا تكاد تجده في كتب أخرى في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام، وللأسف الكتاب نفد من الأسواق. وياريت الشيخ علي ده اختفى يراجعه، لأنه دفع به إلى المطبعة، والراجل ناشر كتر خيره بعت لي نسخة، لا شهرين تقريبا لا أجد الوقت لكي، فإن شاء الله إذا كانش عندك نصور لك نسخة. شرفت باقتنائه قبل ذلك. الحمد لله. فهناك تجد الأدلة التقليدية للمتكلمين، ودي مسألة تتصل. أرجو أكون لا أضيع وقتكم. تتصل بما يقال من متقدمي المتكلمين ومتأخريه. فالمتقدمون من المتكلمين يعني من سبقوا الإمام الغزالي إن أردت التحديد، في القرون الخمسة الأولى، والمتأخرون منهم يعني من جاءوا الغزالي ومن بعده. هؤلاء المتأخرون ضموا إلى الأدلة المعهودة أو التقليدية أو المعمول بها يعني لدى المتكلمين من القدماء تلك الأدلة التي أخذوها من علم المنطق أضافوها. وإذا قرأت
مقدمة كتاب الإمام الغزالي في علم الكلام، الاقتصاد في الاعتقاد، تجد ذلك. كما أنك لو قرأت كتابه المستصفى في أصول الفقه تجد أنه أدخل هذه الطرق لأول مرة في علم أصول الفقه. وينبغي أن تعلموا أن عمله هذا لم يذهب هباء، بدليل أن أعدى أعدائه وهو ابن رشد لخص كتابه، وقد طبع هذا الكتاب موجود في الأسواق. يعني ملخص كتاب المستصفى في أصول الفقه، فتعلم أصول الفقه على يد الغزال، وهذا اعتراف منه بمكانة الغزال، لأن مكانة الغزال الصوفية والأخلاقية والروحية غطت على مكانته الفقهية والأصولية، وكذا على مكانته الفلسفية. فإن الرجل قبل أن يناقش الفلاسفة قال لا بد أن أصل في علومهم إلى مستوى أئمته، وهذا يعلمنا شيء، وهو أن لا يأتي واحد ليس عنده أي فكرة عن الأدب أو النقد الأدبي ويقول أنا أناقش أولاد حارتنا. القصة بتاعت الله يرحمه نجيب محفوظ، لأن فيها مساسا كما أولها البعض ولكن غير قطعي بذات الله تعالى. ولذلك لما اعترض الأزهر وكتب الشيخ محمد الغزالي وكان صديقا له يطلب عدم طبع هذه القصة، امتنع الرجل حتى وفاته عن طبعها، والذين طبعوها في وفاته لم يستأذنوا وطبعوها ضد رغبته من العلمانيين والمجلة أخبار الأدب وغيره وغيره وغيره، وأدب ونقد اللي هي المجلة الفكرية والأدبية للحزب اليساري، بلاش نقول شو. أنا بقول الكلام عشان تفهموا البلد اللي حواليكم، تعرفوا الحكاية. العالم بزمانه والعاكف على شانه، يعني يشتغل في تخصصه كويس ويهتم بعمله هو الخاص، بس يفهم اللي حواليه. انت دمشقي، تعلم من المصريين شيئا بس مش 100%، لأنه عند الغلو يؤدي إلى نوع من الجب. فهم يقولون إيه؟ أقول البيت يعني زي ما يجي في دماغي ولو أغير، تخفيت من دهري بظل، يعني عايز يقول بظل رموشه، فصرت أرى دهري وليس يراني. شو بال النصاحة المصرية، محتل مكان يشوف فيه الأشياء بس ما حدش يقدر يشوفه. ولذلك قالوا السلطان من لا يعرفه السلطان، أو من لا يعرف السلطان، يعني يبقى فاهم الدنيا بس مش ضروري يدلش أو يتورط أو يخش فيها. إذا دخل يعني يا الأزهريون بحمد الله والعلماء هم في مقدمة الضحايا دائما في كل ثورة حصلت في مصر، وهذه حقيقة تاريخية. واللي عايز يعرف الكلام ده يقرا كتب، منها كتاب لواحد مش أزهري اسمه فتحي رضوان، لكن كنت أشوفه هنا بيصلي خلف الشيخ الغزالي وهو سياسي مصري عامل مع جمال عبد الناصر، لكن اقرا مذكراته يدين فيها التعذيب وحينما تقدم إليه أحد من قاموا بالتعذيب في الطريق ومد يده يسلم عليه، رفض أن يرفع إليه يده، قال لا أضعه في يد إنسان يعذب الخلق. ففتح رضوان ده له كتاب اسمه دور العمائم في السياسة المصرية،
بعدين رجعت للسياسة ثاني وسبت علم الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ محمد عبده قال: لعن الله ساس وياسوس وكل ما يخرج من هذا، بعد ما زاق ما زاق من النفي والتغريب والفتنة وإيذاء الأصدقاء أو إيقاعهم به. فيعني إحنا مش لحد يعني اللعن، ولكن عليك أن تحترس، تفهم اللي حواليك، لكن تعكف على شأنك وتربية نفسك وتربية تلاميذك. فهذا هو التغيير الحقيقي. كن معلما لآخر نفس. عايز تسكن تحت رموشه فوق رموشه، انت حر. تنام في التحرير، انت حر. تفهمني؟ بس. وكل اللي انا بدرس لهم، وبعضهم كنت في اسطنبول من 3 أيام وفي سراييفو الحمد لله، ومن تلاميذي من صار دخل في السياسة، ولكن أنا أنصحهم دائما أن يكونوا معلمين، يمسكوا القلم أو الطباشير حتى الوفاة يا دمشقي. فتحدث في المقصد السابع من الموقف الأول عن العلاقة بين الدليل النقلي والدليل العقلي، وهي مسألة مضينا فيها كثيرا، وقلت لك تجد تفصيلها في كتاب المدخل. وفيها الكلام المشهور عن الإمام الرازي، وهو أن هناك أقعد وريح. أنت كنت رحت فين؟ ما جبتش. أنا لما سافرت سبت معاك الرقم القومي. لا. من راح فين؟ كانت الحاجة خدتها يوم النادي عشان الكارنيه. كان المفروض تصور. والله في التليفون. حاضر. عشان تقول لي أنت اللي ضيعته. لا أنا شايف. بس انت مهمل. فتكلم عن الإمام الرازي ويتابعه البعض، إن الدليل النقلي لا يفيد القطع أو اليقين لأسباب 10، ولكن العلماء تتبعوا هذه أشياء وناقشوها، ومنهم المصنف الشارح. المصنف طبعا كما تعلمون هو الإيجي عضد الدين، والشارح هو الشريف الجرجاني، وبين أنه قد يفيد من الأدلة الشرعية ما يفيد الظن أو الترجيح. يعني يوم ما كنا نظن أن هذا خطأ، لا، القرآن جاء لمخاطبة الجميع، لم يأتي لفئة معينة من الناس، فلا بد أن يراعي اختلاف العقول، فيقدم الأدلة التي تقنع، يعني تؤثر عاطفيا، ويقدم الأدلة التي تقطع وتفيد اليقين. وفي كلام في خليك كده مستند للعمود، فأنت أجدر به. فين أخونا بتاع اللغة العربية اللي كان بيقعد جنب العمود؟ عينوه معيد في الجامعة، والله أعلم هيجي لنا ولا لا. أن القرآن جاء لخطاب العالم، ففيه أدلة قطعية. إن القرآن جاء لخطاب الجميع، فلا بأس أن يكون في أدلة ظنية يعني إقناعية. ولكن فيه الكثير مما يفيد اليقين والقطع. نعم. وهذا ما قرره المصنف أو الماتن كما يعبر الأزهريون، يعني كاتب المتن الأصل،
وكذلك قرره وأكده الشارح. ارجع للفصل الثامن أو المقصد الثامن من هذا الكتاب صفحة 52 وبعدها. ثم أنا بلخص أهو عشان تبقى في الصورة كما يقول الناس، أو تضع نفسك على الخط، أو تتابع الكلام اللي جاي وتعرف رأسك من رجليك، تعرف أنت فين. الأهرام النهاردة يقول لك فلان الفلاني خرج من بيته وتاه، ده يحدث لبعض الناس. لقيني هنا في ميدان الحسين أحد كبار علماء مصر اسمه أحمد النجار، والله يا حسن أنا بعد ما عملت ثلاث عمليات في القلب فقدت إدراك الاتجاه، بفهم كل حاجة لكن ما أعرفش أنا فين، لولا السواد ما أعرفش أرجع البيت. كان هنا هو داخل سيدنا الحسين، فصاحبنا الهندي قعد ما أعرفش 25 سنة ولا قعد إيه، وبعدين استخدم الأقمار الصناعية عشان يرجع بيته. إذا كان نسي العنوان حاجة، ولكن رجع بقى خلقا آخر. فهمني يا شيخ في أهرام اليوم وقاكم الله، يعني كسرت حكاية فقدان الذاكرة وتأثير على الملكات، فردوا على الشبهات العشر التي أبداها الإمام الرازي، وقيل إنه أعرض عنها، إنما هو أعرضها للتحقق. هذه شبهات قد تظهر على لسان غيره، فإذا كان يعني جاء بها فليس من الضروري أن يعتقدها، بدليل أنه كما ينقل عنه أنه تركها في آخر حياته. وعلى كل حال هي تنسب إليه، ومن شأن العلماء كما قلنا إنهم لا يؤكدون ما يريدون أن يقولوا، ولكن يريدون الأدلة المضادة لما يقولون ويبطلونها، لا يبحثون عما يؤكد ويؤيد، وإنما أيضا بل الأولى أن يبينوا لك، لأن دي وظيفة علم الكلام، الرد على شبه المخالفين. فهو نشأ لهذا، فلو لم يكن هناك عناية بما هو مضاد، ثم أنك تجد أن مثل الآمدي وهو شيخ المدرسة الأشعرية بعده، صحيح بينهم واحد اسمه محمد بن عبد الكريم الشهرستان، عارفينه صاحب كتاب الملل والنحل المشهورة، وكل إخواننا الأزهريين ما يكتبوا في مقارنة الكلام وأخذها، يجيب اللي قاله الشهرستان. ثم الشهرستان مات من 1000 سنة تقريبا ورد على شبه عصره، وتكلم انت دلوقتي واعرف اللي بيقولوا الالمان والفرنسيين والانجليز او بعضهم، وبعضهم يتكلم في التوراه ولا يعرف اي كلمه اخرى خارج العربيه، طب هو ده كلام يمشي؟ وابن حزم عشان يتكلم في نقد الاديان جاب نصوص من التوراه ومن الانجيل، هو اول ناقد للاديان في العالم يعتمد على النصوص للأديان التي يناقشها، وهو المنهج المعاصر. تبي أنت تكلم لي بأسلوب الشهرستاني؟ وأحيانا المحامي الخايب يخسر القضية قد تكون حقا. جايز أن أكون منهم برضو من هؤلاء الخياب، ولكن إحنا عايزين كنت تكونوا أحسن، مش تكونوا زينا فيما هو نقائص. وقاكم الله. فأتكلم عن الدلائل النقلية وناقش هذه العشر، وانتقل إلى موقف جديد، موقف بقى مش مقاصد أو فصول، وهو الموقف الثاني، وده في صفحة 58 أظن من الجزء الثاني، وهو الذي يتعرض فيه لما يعرف لدى المتكلمين، يعني الأولاني كان خاص بالمناهج والأدلة وما تبنى عليه، وأما ده فبيتكلم فيه عن
الأول الأمور العامة، وإحنا عرفنا أن الأمور العامة دي بتفسر بحاجتين، الأوصاف والحقائق والأشياء التي لا تقتصر على موجود واحد وإنما تتصل بها الموجودات كلها أو على الأقل نوعين منها. وإيه هي الموجودات؟ والله في الملأ الأعلى الذات الأقدس الله الذي لا مكان له لأنه خالق المكان والزمان ببساطة، أي خلق المكان يخش فيه، وكيف كان قبل خلق المكان مثلا يعني عن ماشي، ولكن هو مستوى على عرش نعم بالحقيقة يعني بمعنى بعد خلق العالم مهيمن عليه لأنه أوصافه الثابتة لا تتغير وإنما بالقبضة. اقرأ كتاب الشيخ الأمير الجوهرة شرح الجوهرة، الصفات هذه ثابتة للذات قبل وليس ولا يلحق بالذات كمال لم يكن لها من قبل، لأنه لو أصابها كمال جديد يبقى كانت ناقصة، أما أن يلحق بها نقص فالكل مجمع على استحالة ذات، ولكن الأول أظهر لأن الذي يتغير وينمو ويتطور ويتحسن إنما هو الشيء الناقص أصلا، ولذلك الكمالات أيها عزيزي اسمع، الكمالات الإلهية أزلية لا توجد ذات بدونها ولا يجد لها كمال جديد، واضح؟ لكن في صفات فعل وهذه لا مانع أن تكون حادثة، دكة فيما لا يزال في الأزل مضي فيما لا يزال، وهي تعلقات للصفات القديمة وليست شيئا جديدا، إلا قالوا أنها صفة قديمة هم الماتريدي، أن كل ما يتعلق بكم فيكون وإيجاد وإعدام وخلاف يعني تغيرات في العالم المادي الطبيعي لها صفة خاصة أو كمال خاص في الذات الإلهية وهو ما سموه صفة التكوين من كن فيكون. لكن عند الأشاعرة وهم أغلبية السنة والجماعة يقولون بأنه ده تعلقات للقدرة، هو قادر يعني مجرد الصلاحية لأن يفعل العلم والإرادة والقدرة، فالعلم للانكشاف والإرادة للتخصيص والقدرة للإيجاد، فكون الأشياء فعلا إنما هو أثر القدرة. الله أعلم يعني مشايخنا بقى سألوا الشيخ عبد العزيز بعد ما يجي إذا جه النهاردة سيف النصر وأنا خطي لسه موجود والله ولكن ليس علي إلا إبداء الرأي، ولعل الأمر وقال لك وأنا ما بعتوا ليش والله غلطة يجب أن يبلغ الجميع، وجيت بعتوا له وتعثرت في سراديب الخارجية ما أعرفش إيش، لأنه مش ممكن. طب وليه؟ وأنا كنا بالعكس ومن أوائل من لسني هو زي الشيخ مصطفى عمران مصطفى أكبر من حسين، أقصد الشيخ يوسف القرضاوي، فهمني؟ كنت فاهم إنك تاخدها كده من غير ما أقول لك، لأنه قال ما جتنيش جايز تعثرت في السكة. أنا مثلا دعيت إلى بعض دول الخليج الجمعة اللي قبل اللي فاتت ولا اللي فاتت؟ لا قبل اللي فاتت، قبلها بشهر أو شهرين يمكن. بعتنا رد كتابي ولا قلنا في التليفون بس قبلنا؟ قلنا في التليفون وأبلغناهم نحن قبلنا الدعوة
وخذوا الأوراق والباسبورات بكرة بعد وبكرة بعد. وليلة السفر بعد ما جهزت الحقيبة وجه تليفون مش كده الجمعة، والله إحنا في الويك إند هكذا قالوا، يعني في عطلة الأسبوع مفيش موظفين وما لحقناش ننهي الأوراق، بدو دعينا من شهر فات. وبعدين دي دعوة ملكية من الأمير يعني تخلص في يوم واحد، بس قلنا خير، إنما عيب. أهلا وسهلا يعني حسن الشافعي ولا حاجة، إنما رئيس مجمع اللغة العربية حاجة ولا إيه؟ والاجتماع من أجل اللغة العربية، ترقية اللغة العربية، ويرأسه اسمه الباز فاروق الباز. طب ايه علاقة فاروق الباز؟ ويجي الشيخ الأزهر ويقول له أصل حسن الشافعي اعتذر لمرضه، يعني نسب إليه الاعتذار، وقال لمرضه، والشيخ عارف إن أنا مجهز نفسي للسفر. هذه سلوك بعض الناس. ففي الموقف الثاني تعرض للكلام عن الأمور العامة، الأمور العامة اللي هي كل الصفات التي تقوم بالقديم عز وجل وهو واحد أحد، أو الموجود على الأرض وهو اثنين جوهر وعرض، ذوات وصفات، مش كده؟ ليش أكثر من ثلاثة؟ أيوة يا مرحبا. فإذا كان وصف يقوم بالثلاثة أو يقوم زي الوجود، الله موجود ونحن موجودون، وإن كان حقيقة الوجود قد تختلف، أو يقوم باثنين منهم مش ضروري بالكل يعني بالأكثر، فهناك أوصاف يتفرد بها الله سبحانه وتعالى، لكن دي ما تخشش في الأمور العامة. لكن في أشياء تشمل الجوهر والعرض فتعد من الأمور العامة، وإن كان هناك تفسير الأمور العامة كما لعلكم تذكرون بمعنى المفاهيم، كل المعاني الكلية التي تقوم في الذهن وتوجد فيه، وقد لا يكون لها وجود في الخارج، قد يكون وقد لا يكون. أهلا وسهلا. ولكن من حيث هي مفاهيم لا تستلزم التحقق والحصول. فتلك هي الأمور العامة، وتكلم عنها بالتفصيل، وقلنا أن هي المعلومات أوسع مدلولاتها، المفاهيم أو المعلومات، الأشياء المعروفة أو المعلومة أو الموجودة في اللوح المحفوظ أو الموجودة ما أقدرش أقول في الذهن الإلهي، تعبير مش غير مناسب، ولكن أحيانا نلجأ إلى هذه التعبيرات لمجرد الفهم. لك عم الشيخ مروان مشتاقين إليك وبأدي العاشرة لعلي، بس بعد تغيير الثاني مش كده؟ قال الثالث مش عارف، طلبهم الراجل قلت له والله اهلا بيك، عدت الى الشعب ودعك من وعدت الينا ودعك من المناصب. قال لي انت مش ملاحظ ان انا صحتي احسن؟ قلت له اي والله، وشك امتلأ، وانا شفتك في المكتب والست بتزعق برا وانت حالتك حال. شيخ القوسي قال أنا عايز بقى أشوف الأصول الأساسية لمذهب أهل السنة والجماعة، بدل ما نقول الأشعرية أو الماتريدية، أهل السنة والجماعة، وإن كان الأزهر أشعرية. كان في واحد زمان اسمه يحيى الخشاب، كان عامة كلية أدب، كان أستاذ لغة شرقية، وكان يقول الإسلام الدمشقي، يعني به السلفي، عشان يعني ابن تيمية مدفون هناك، إنما دمشق أقل العواصم على الأقل تأثرا بذلك الاتجاه، وذلك لشيوع المعاهد الدينية فيها حتى الآن.
لكن جه وقت الأزهري استقال وتركوا السوق للعملة الزائفة، فعلهم يرجعون. يا شيخ مروان، تمسك القاهرة من الشمال والشرق، ثم أيا كان معنى الأمور العامة، أنا بفكركم بس عندما أعود أرجع من جديد لا فأتكلم في تقسيمها. وهل القسمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وكلام من ده بقى؟ دراسة كما قلت لكم في بعض الهواشي أبستمولوجية، أبستمولوجيا يا صاحب اللون الأحمر، وأنثولوجيا يحفظ، وأكسيولوجيا، تلك هي الفلسفة المعاصرة فقط، ميتافيزيقا وكده، ميتافيزيقا جديدة تفهم. فأبستمولوجيا يعني المعرفة ومباحثها، حاجة أوسع شوية من المنطق، أصول الإدراك ومشاكله ومعنى الوعي وإزاي وكده، وهل هناك تدخل من العقول العشرة كما زعم أم في تدخل إلهي أو ما فيش في المعرفة، إلى آخر مباحثها. ثم الأنثولوجيا وبحث الوجود الكلي، أي واحد يتساءل متى نزل بطن أمه وبلغ الرشد، اللعبة دي اللي احنا فيها دي ايه، من اين والى اين، ومن انت الوجود، وجود الكل، صورة العامة الوجود. ساعات يقولوا الكوزمولوجي، كوزمولوجي يعني الكون، فرؤية الوجود او الكون او تصوره، انت فهمني. واخيرا ما يسمى الاكسيولوجي، اكسيولوجي يعني مبحث القيم، وهي ثلاث منذ بدء الفلسفة: الحق والخير والجمال. مباحث الحق تدي القانون، فلسفة القانون، أو عندنا احنا أصول الفقه، ولذلك ارتبط الأصلان العلم الأعلى وهو أصول الدين بأصول الفقه، لأنه على مستوى فكري فلسفي كلي، والمباحث العقلية في الخير يعني الأخلاق النظرية والعملية، حسن وقبيح، خير والشر، مشاكل أزلية أمام الإنسانية. وأخيرا الجمال يعني فلسفة الفن، الفنون التي تصنع وجدان الناس. قصيدة قد تكون أقوى من 20 محاضرة، فيلم، ما احنا في مشكلة فيلم لأنه بيأثر في العالم كله، ودلوقتي بقى في يوتيوب ويغزوك في عقر مخك مش في عقر ذلك. الفن تقول له يقول لك انا ما بسمعش ام كلثوم، انا بسمع، واللي مش عاجبه يجي يناقشني، اصلا ما ببصش في التلفزيون. امال بتشتي باسمها ايه ليه؟ ام حنك دي اسمها ايه؟ بتشتمها ليه؟ ما دام انت ما تعرفش حاجه عن الناس دي ولا تهتم بهم وتلقيهم خارجا. وقلنا زمان اقرأ لمن تكره، لأنك ستجد الجديد، إنما اللي بتحبهم هم زيك، أفكارهم مثلك، تقرأ تنبسط لأنهم يرددون نفس الأفكار والمبادئ التي تؤمن بها. يمكن يكون عندهم جديد يعني في دعمها، لكن العدو أو المخالف سوف يعطيك جديدا وانت لازم تمشي وراه. كلما نعق ناعق او ظهر
نترك ما نحن عليه كما قال الإمام مالك ونمشي وراه، مش شرط نمشي وراه لكن نقراه ونبص برضه في البتاع ونسمع احيانا. قد اختلفوا في السماع واشترطوا له شروطا اهمها مدلول الكلام، طريقه الاداء، فهي احيانا خليعه وتدعو الى الفجور، مش داعي لضرب امثله، والجو المحيط. أنا سكنت سنة 52 شارع في شبرا، مش عارف أول شارع على شمالك بعد الدفع، يبقى اسمه إيه؟ نسيت، هو اسم مشهور لغاية ما تقاطع مع عبد الرشيد، اسمه إيه؟ وما كنتش فاهم لسه، ما أعرفش الحشيش. وقاك الله يا شيخ، أوعى هيدي بقى اللي ما تاخدهاش مننا. فكانوا يجتمعوا كل اسبوع ويطلعوا للبلكونات ويوضبوا القلل، واشم ريحه غريبه، ريحه الحشيش. يسمعوا ام كلثوم كل خميس في بدء كل شهر ويشربوا الحشيش. ولذلك اعتبروا من معالم النبوه إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عند السماع عن، لأنه كثيرا ما يرتبط هذا بذاك، ومش عايز أقول النصوص. ماشي، ثلاث شروط، وما سوى ذلك جائز، رجلا كان أو امرأة، لأن صوت المرأة ليس بعورة، وقد ثبت ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا سادة أصلحنا مضطرين نقول الكلام ده بعد أن شاعت الفتاوى. وبعدين يتشدد أحيانا ويجي ساعات ويخيب ويقول لك مش عارف إيه، إرضاء الكبير. طب وأنت يعني لو ما كفرتش اسمها إيه، ولا قلت عليها إنها بصريح العبارة زانية، أليس هذا قذفا؟ فإما أن يقيم الأربعة أو يروح هو في ده. طب هو الذي حملك على ذلك أيها البدر؟ ولا بدر ولا حاجة، بدر الدين. ليه؟ مشايخ اختلوا بالشكل ده عشان التلفزيون ده فتنة. روح البرلمان تلاقي حوالي ربع أعضاء المجلس من اللي كانوا بيتكلموا في الفضائيات، صنعتهم صناعة، صاروا نجوما، ومنهم من فضحنا بعد ذلك. ومش عايز برضو أخش في التفاصيل، لكن الراجل ده هو عارفه، فأو على الباب سلم علينا راجل طيب، أهو ده نص نص، أكرمنا ودخلنا إلى اللجنة الدينية، وإذا بهم جميع، واللي منهم كمان لبس غطرة حمراء. طب وانت جاي من نجد ليه يلبخوا غطرة الحمراء؟ واللي منش ليه العمامة البيضاء؟ الواحد يلبس حسب أهل قوم، من عنده غطرة حمراء على دماغ. لا انت سعودي ولا انت عايش في بيئة سعودية ولا قريتكم بالشكل ده اللي انت بتمثله. بضيع وقتكم. استغفر الله العظيم، فقد نهينا عن ذلك. هل الشيخ الامير راي في الصفات الالهيه يخالف راي الاشاعره، ومدى القرب والبعد بين المذهبين؟ لا دي بقى ده سؤال واحد. يعني نقرا سوى الجوهره. والله الشيخ احمد نسيبك من المواقف ده، ما تقرا اللمع ولا حاجة كده على الأد. الشيخ الأشعري، الشيخ أحمد الطيب، حاضر، أنا لا أهرب من السؤال، وعلى السائل أن يلقاني بعد انتهاء هذا الدرس. وأما أنا له رأيا في الصفات، ليس رأيا خاصا به،
وإنما هو يناصر يعني بعض الآراء الموجودة في المذهب، مذهب الأشعر باختصار. الشاهد راحت فين الورقة اللي كنت بنقل منها؟ شغلني صاحب السؤال. بعد أن انتهى من مبحث الأمور العامة دخل في مقاصد تتعلق بتقسيم المعلومات، وزي ما قلنا ثنائية ولا ثنائية، إنه كلام دقيق جدا في الأبستمولوجي، يعني في نظرية المعرفة الإسلامية وكيف نتوصل إلى الحقائق وما الأدلة المرضية وكده إلى آخره. وبعدين اتكلم عن هذه المفاهيم أو المعلومات عند الفلاسفة والفرق بينهم وبين المتكلمين، وفي هذا مسألة مشهورة وهي الوجود الذهن، ما معنى الوجود؟ دخلنا بقى في الايه؟ الأنطولوجي، يعني بسمولوجي الطريق إلى المعرفة، لكن الأنطولوجي بقى تستخدم وسائلك وملكاتك، وأرجو أن تتناقضوا وتتنبهوا، فإن كان الكلام منوما فخذ منبها. فدخل في الأنطولوجي كما قلنا أو مبحث الوجود، وما الوجود؟ هل يمكن تعريفه؟ يستحيل، مستغني عن التعريف إلى آخر هذه المباحث. وده بقى يخش فيه يعني بحث الوجود، ما وجود يعني أنطولوجي، أنطولوجي يعني وجود أو كوزمولوجيا، ودي دخلة فيها حتة منها اللي هي الكون، يعني الكون قد يكون المكونات يعني، يعني العالم، لكن المكون سبحانه فاهمني. لكن لما تقول وجود أهو ده الأمور العامة بقى بصحيح، تشمل الثلاثة يعني القديم والعنصرين الداخلين في الحوادث اللي هي الجوهر والعرض على طريقة علم الكلام أو الذات والصفات، مش الهيولة والصورة كما يقول الفلاسفة، ده مذهب وده مذهب. فكما قلت أثار في هذا بحثا كبيرا حول موضوع الوجود الذهني، هل الوجود يقتصر على عيني عينك ده العمود وأنا والمكتب وأنت والجرنان يعني المحسوسات والمدركات المادية الواقعة في الخارج، خارج يعني خارج الأذهان برا المخ برا العقل، أم أن هناك وجودا في الأذهان ووجودا في الأعيان ووجودا على اللسان ووجودا على البنان بالكتابة واللسان بالبيان القولي والوجود والله قالوا الوجود الحقيقي الكامل هو الوجود الخارجي، وده الأصل، لأن الباقي انطباعات أو أثر منه، ودي وجود ظل. ولكن مانع المتكلمون القدماء في قبول فكرة الوجود الذهني، الموجود موجود اللي نقدر ندركه ونلمسه أدواتنا. ما واحد سألني سؤال لسه موجود من السنة اللي فاتت، الله أنت بتقول طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى موجود هل هو يرى؟ هذا السؤال لا يوجه إلى أهل السنة، لأن أيوه عندهم يرى كما ترى القمر ليلة البدر، بنفس الآلة دي أو حس يخلق لك أو أنه مزيد علم بما أخذته قبل ذلك عن تقليد أو عن أدلة يقينية نقلية أو عقلية أو عن شهود ومعرفة إن كنت من أهل ذلك، من أهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني عديت مرحلة الإيمان إلى المراقبة ثم إلى الشهود، أعلى من ده كله يقين قطعي أعلى من ده كله كما يقول الشيخ الأشعري.
أن الرؤية علم، نوع علم، ولكنه يزيد على ما عرفته كذا وكذا وكذا بالفطرة وبالدليل أنت فهمني؟ نعم. الماشي كده. وقد أشار إلى مذهب الشيخ، ولكن اتفق المتكلمون المتأخرون على قبول الوجود الذهن، أي الأشياء، ولكن وجودا ظليا تابعا وليس أصليا يعني مدبوعا. الكلام مفهوم؟ وعشان كده بقول دايما إن الإمام الغزالي لم ينوم الناس أو يستخدم التنويم المغناطيسي، إنما الأفكار الناس اقتنعوا بها. العلماء المسلمين من وقت لغاية النهاردة وفوا، فكل دول يعني فهموش، ولا من أجل الضغط؟ الإمام الغزالي كان يملك وسائل ضغط أو لوبي زي ما بيقول، نعم نكون لوبي ونعمل أزهريون من أجل التغيير، أزهريون من أجل ما خلق، كل واحد يقوم في دماغه حاجة دلوقتي بيعملها. إلا أنا ماشي إيه تابع لا مدبوع، بس المفروض أكون مدبوع في مجمع اللغة العربية على الأقل. بس فده لا من السنة اللي فاتت قال لي طب إحنا عندنا يوم عز وجل هو موجود هناك، لكن حيث لا هناك، لأن الرقعة والمكان والحيز كل ده مخلوق وهو اللي خلقه، يبقى موجود قبله ولا إيه؟ دي مسألة تبدو في غاية البداهة، لا يمكن أن يدخل في الزمان ولا المكان، وده حرام عنده، ما قالوش ربنا في كل مكان، اوعى تقول كده، يحزن دي شرك، يعني إذا كان بذاته يحل في الحشوش والمحلات الأدب، إنما بعلمه، هو مع الجميع بعلمه ومع أوليائه بعلمه وحياطته، هو مع الجميع بالإمداد. البخاري يقول لك ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى من الله، إنهم يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. سبقت كلمة ربك، يعافيهم وهم ينكرونه ويرزقه. ولذلك بينصح أولياءه برضو أحيانا من يستطيع، لأن الظروف قاسية. بيان الأزهر الأخير: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الموقف الشديد، إنك يعني تضبط النفس في حال الأذى، ونفس اللغة موجودة في الربع بتاع وسارعوا وإن تصبروا وتتقوا. روح ارجع لي مش فاكر لحفظ الآية أو فاكر، يعني يأمر بالصبر والتقوى، ويقول دي أسباب النصر، يعني النصر عايز إرادة، إرادة، والنصر مش دراع ولا عضلات، معلومات يعرف كده، تعرف خصمك كويس وتعرف عصرك كويس تفوز، إنما الجهالة تضيع الحق. وبعد كده دخل فيه، هدين ضيعت الوقت لسه ما قلتش حاجة، المعلوم عند الفلاسفة والوجود الذهني، وده كله في خلال مقدمة للموقف الجديد الثاني. وترك المقدمة، مقدمة الموقف الثاني في المجلد الثاني، ودخل في المرصد الأول من مراصد هذا الموقف، وهي تتعلق بالوجود والعدم، أنتولوجي.
لأن اللي فات في الجزء الأول كان كله باستمرارية تقريبا. فظهرت المشكلة بقى اللي احنا أخذنا فيها حوالي شهر وقررنا 100 صفحة، وهي هل الوجود بداهة الوجود وبساطته، هل هو مفهوم بسيط بديهي أو كسبي أو مركب؟ فهم؟ ومضينا في هذا نحو 100 صفحة. هلخص بسرعة ونيجي للنقطة اللي نقرأ بقى فيها في الكتاب، وأقول أن المقصد الأول في التعريف، والتعريف بالوجود يعني مش معنى التعريف ده دوك هناك، ومدى إمكانه أو عدمه، وهو قضية البداهة، لأنه إذا كان كسبي يبقى مش بديهي، إذا كان بديهي استغنى عن التعريف. فبداهة الوجود وكسبيته، ودخل هنا بقى في مناقشات أبستمولوجية امتداد للفت، عشان يبين لك أنه في كثيرين يقولون بعدم احتياجه إلى تعريف أو باستحالة التعريف، وهي مسائل دقيقة تحتاج إلى تنبه شديد ويقظة، وأيضا مدى بساطته أو تركيبه. فإن كان مركبا من أجزاء فالأجزاء دي موجودة قبله، يبقى اتصفت الأجزاء بالوجود لتكون معنى هو الوجود الله، يبقى موجود قبل ما توجد. واخد بالك من الإشكالية؟ أعيد، إذا كانت الأجزاء المكونة له موجودة سلفا متحققة، يبقى اتصفت الأجزاء أولا بوصف الكل، ووجد شيء قبل أن يوجد، واستحالات كثيرة معايا، ولا أكرر الثالث؟ وده سبق يعني، أنا مش هرجع للكلام ده، إنما عليك أن تعود إليه كما عدت إليه ليلة أمس، عشان أقدر أربط الحاجات ببعضيها، أفكرك شوي بالمسائل الرئيسية. فهناك من قال باستحالة التعريف، وإن ده معنى بسيط. طب والبسيط لا يعرف؟ ما أبحث لك، لا ممكن نعرف البسائط، بسيط برة، لكن في المخ ممكن نجد له وسيلة للتعريف. والتعريف بس هو بالحد أو الرسم؟ ألا يمكن يعرفه بالرسم؟ ألا نتكلم في التعريف الكون، التعريف بالكون، أنتوا معايا؟ يعني تعريف الشيء من الداخل، زي الإنسان إيه؟ حياة وتفكير، مش ماشي ولا ناطق ولا قائم ولا معايا؟ فالتعريف بالمقومات الأساسية الداخلة في تكوين الشيء هو ده اللي هو أحد تاما أو ناقص. لكن الرسم يعني بالخصائص، حاجة تميزه عن غيره. الآه ممكن الخصائص تبين الكون، خليك معايا يا شيخ أهلي. اسمك إيه؟ أحمد. الله أكبر. وفي كلية إيه؟ عظيم والله، كويس. إنما الكلام ماشي فهم صحيح بقى، خصيصة من الخصائص يعني ليست من المقومات الأساسية، وتبين الكون الآه أحيان، وجايز الوجود يكون كده وكله خصيصة تميز أمام الذهن حقيقته. هو لما بتفكر في الحاجة مش بيجي في دماغك الضد بتاعها؟ بلاش، خد مثال واقعي، ما تقول الإنسان قارئ، مقارئ يعني بس كده بيبص دال وزال وعينه فيه ولا بيفهم، ما انت دخلته في كونه شيء عن طريق خاصة من خصائصه وهي قارئ. ماشي، اللي ماشي ده اهو عرض عام، لأن الحيوان بيمشي، ده اسمها الماشية. نعتذر للشيخ قدس عبد القدس القاسم، الماشية يعني البهايم مش كده؟ يعني لأنها بتمشي والإنسان بيمشي، لكن لما بتمشي بقى
بيخذوك رسن ولا بتعرف الدايركشن زي ما بيقولوا الاتجاه. طب تحديد الاتجاه ده مش قلنا ان في ناس بتفقده يجي عليه وقت ما يعرفش يرجع البيت، وده نوع من الوعي. يبقى المشي مرتبط بإدراك الاتجاه، المشي بمعناه الإنسان. يبقى دخلت في الفن عن طريق الخصائص ولا إيه؟ بل إن الشيخ وخصوصا السيالكوتي في تعليقاته في النقطة دي للغاوي يعني دقائق أو رفايع، قال إن الجنس والفصل اللي بتكون مفهوم الشيء أو حقيقة الشيء، ها؟ موجودة في الذهن. ويمكن أن تكون موجودة وجوداً خارجياً. ما هو كونها موجودة في الذهن ده وجود داخلي داخل المخ داخل العقل، إنما الوجود الخارجي ده هو. أو محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة، ده الوجود الخارجي للإنسان. إنما إزاي بقى؟ قال لك أنت في الحس الباطني اللي قلنا عليه إن فينا أهو حاجة اسمها حوض تلتقي فيه المعلومات كلها، سواء جاية من الأنف أو من العين أو من لما تشوف واحد تفتكر ريحته. طب وأنت شايفها دي؟ لما حاجة، كان ابن عربي يقول الشيخ فلان الفلاني في تونس حسن الرائحة، يصف كده بوصف، يعني ارتبط كيان الراجل ده في وعيه بجودة الرائحة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق على وهو الزاهد، ينفق على انا ما بشتريش ابدا روايح، لكن بيجي لي ومراتي بتشتري لي على الاقل ابو خمسات، ده ثلاث خمسات وثلاث ستات بس. فكان ينفق على الطيب كثيرا. مع ان عائشة قالت احيانا قعدت تدور لها ثمره واحده واعطتها للسائل واحده ست فكسرتها نصين وخدت النص ودت لبنتها اللي بتجرها النص الثاني. هذه بيت النبوه، حد يقدر على كده؟ مين يقدر على كده؟ نتكلم عن المشايخ، كويس ان المشايخ يكون في ايدهم مليونات فعلا كويس اذا لم تشدهم، لاننا اعرف عقول كبيره شدتها النقود الدولارات، ولو كانوا فقراء لا اعرف والله ناس لكانوا ابا زهره نمرة اثنين. لكن شغل، واللي شغل بالسياسة واللي شغل بالفلوس. ليه؟ ما كثير اللي يمشي في السوق يقول لك كان يشوف تلامذته كده ويلاقي واحد نص نص، العارفون مش المعلمين اللي زي حالات، وبعدين يقول له روح السوق. انت تنفع في الحكاية دي. ما تشتكي لنا مش ضروري يعني. الشيخ الحليم محمود كان يقول كده، ان اللي عايز يسلك يكون عنده استعداد خاص مش اي واحد. يعني ايه نسد عليه لا، ما هو ربما يكون يعني يقول لك انك انت تطرق الباب ده هذا شرف، سمح له بالدخول ما سمحش لبعض. الوجود والعدم يتكلم عن إثبات البداهة والبساطة، لكن يتكلم عن المخالفين اللي قالوا لا ده مركب ويعرف بالجنس الفاصل ويكتسب وليس
من بديهي يعني لا يحتاج إلى اكتساب، يعني يحتاج إلى تنبيه فقط، لأن فيه أمور بديهية ولكن تغيب عن الذهن، فأنت تنبهه خلاص يعني ما دام يعرف معنى الكلمة رغيف على طول يجي في دماغه. إنما إذا كان بيسمعها الأول مرة تشرح حال مما هو في لغته يدرك على طول، فدي بداهات حسية أو ذهنية. لكن الأمور المكتسبة هي التي تؤخذ بالتعريف إن كانت مفردة، أو بالدليل إن كانت حكما من الأحكام. فمن العلماء من قال بل الوجود مركب ويكتسب، ومضى في مناقشة هؤلاء. اقرأ من صفحة كم 77 إلى 92 أو إلى 97 حتى، وينتصر في 94 لبساطة الوجود وعدم تركيبه، ويشير في 97 إلى رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو أن الوجود هو الموجود ليس معنى آخر يخلع على الماهية فتتحقق خارجا، لا، وجود كل شيء عين ذاته. إذن الوجود يتفاوت ما دام مرتبط بالوجود الجزئي، يبقى الوجود يتفاوت، الوجود في هذا غير الوجود فيك غير الوجود في الآخر غير الوجود الإلهي طبعا طبيعة الحال. ده رأيه، وهو ده رأي العلم الحديث، مش عارف يعني الكلام ده حسب معلوماتي. ما فيش حاجة اسمها الماهية دلوقتي، انتهت من 200 سنة من أول ما نشأ ما يسمى المنطق الحديث، وعادش في حاجة اسمها ماهية. أنت بتعرف الأشياء إيه؟ الشجرة تلف حواليها وتلاقي إن لها جذور ولها ساق وشوية فروع، وفي الفروع أوراق، كل شجرة ويتفاوت، في واحدة لها ساق مش باينة وملوية كده وتمشي على السور، وفي واحدة لها ساق زي العمود ده وأقوى وهي النخلة وإلى آخره، لكن جذر وساق مش عارف إيه أو سمات معينة تلف حواليها وتسجل الكلام ده تعرف. وأدي الدراسة الحديثة، إنما تقول لي في ماهية للنخلة أو زي ما قالوا الهيولة القديمة وبعدين تخلعوا عليها الصورة، الصورة النوعية والصورة الايه اللي اجتمع فيها جنس وفصل، صورة جنسية وصورة نوعية. بل لو خدنا رأي الشيخ الأشعري وجود في الشخص نفسه كل الكلام ده، إنما الموجودات هي الموجودة والوجود فيها يتساوى، وجود الكائن الحي غير وجود العمود غير وجود الخالق عز وجل، وإن كان الكل يوصفون بالوجود لأنهم ليسوا عدما، لأن المعدوم لا يؤثر والموجود بيأثر ويتأثر. ماشي يا مشايخ ولا مش ماشي؟ باين عشان تروح كل أصول الدين بعد كده أو الشريعة هي. اهلا وسهلا، كان معنا واحد هنا اسمه ابو سنه، وساعات يصلحوه يقولوا ابو سنه نسبه الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصف حفيد الشيخ ابو سنه، ابراهيم ابو سنه، كنت شريعه سلمنا عليه، كان في ثالث زمان وراح رابعه. سمعت الشيخ أبو سنة ده والله في مكة يقول في الفقه كل شيء، كان بيسأل سؤال في اقتصاد الإسلام فقال في الفقه كل شيء. لو ترفع جديدة هو شايف، إنما أنت ما درستش فهم، لكن صاحب الدكان عارف البضاعة اللي جوه. الشيخ أبو سنة ولو بحث من كتبوا من دلوقتي يمكن 70 سنة، خد بالشهادة العالمية أو اسمها دلوقتي دكتوراه الدكتور فلان ألف دال،
وقد لا يكون شيئا، لكن الرجل ده كتب في التعسف في استخدام الحق، مفهوم قانوني في غاية الدقة. لك سلطة أو لك، لكن إذا أسأت استخدامها أو خرجت خارجها أو كده فأنت مسؤول، وقد ارتكبت التعسف في استخدام الحق. يسموه أبيوز ولا مش عارف في الإنجليزي، مش الشتيمة، لا، التعسف معناها الاصطلاحي التعسف. هي أبيوز يعني شتم، هو برضو خروج على بالمعنى الاصطلاحي تعسف. لك حق نعم، ولكن إذا أسأت استخدامه أو استخدمته للانتقام أو استخدمته في حدود سلطاتك، واحد يتاجر في المؤسسة بتاعته أو ليه بس إمام جامع ويصلح الجامع وياخد قرشين كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدخل في مناقشة بساطة الوجود، وفي 97 تعرض للمذهب الأشعري في الوجود، وقد ناقشناه، بل مشينا بعد كده صفحة كام اللي عارف وقفنا عندها.